أخبار اليوم، نائب محافظ الوادي جديد تجتمع برؤساء المراكز لتنفيذ موجة الإزالة 18. عقدت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد اليوم الاثنين اجتماعا مع رؤساء المراكز عبر تقنية الفيديو كونفرنس بالتزامن مع بدء الموجة 18 لإزالة التعديات طبقا لتوجيهات وزارة التنمية المحلية، وذلك بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة واللواء خالد وأب الله مساعد مدير الأمن بالمحافظة. وخلال الاجتماع قدمت التهنئة للقيادات الجديدة رجاء لهم التوفيق، وجاءت بإعداد بيان بالموقف الحالي للتعديات من كل مركز، والتنسيق الأسبوعي بين مديرية الأمن والوحدات المحلية ووحدة المتغيرات المكانية لاتخاذ ما يلزم، مشددة على إرسال تقرير يومي مدعما بالصور لمتابعة تنفيذ قرارات الموجة 18 موافاة الوزارة بها. وأوضحت أن تحديد التعديات يتم وفق التقاط صور فضائية بتقنية تكنولوجية متطورة لضمان النزاع والشفافية. من ناحية أخرى شددت على ضرورة الانتهاء من تلقي اللقاح لجميع العاملين بالمصالح الحكومية بالتنسيق مع مديرية الصحة والسكان في موعد غايته 22 سبتمبر، حرصا على صالح العام وعدم تعطيل سير العام.